بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مجموعة جمل ترجمة كده اختياري على السريع. السلسلة دي إن شاء الله هنعملها وتكون مستمرة معانا، هيكون فيها في كل فيديو حوالي 5 جمل، ولو الجمل اللي أنا اخترتها طبعا بختار الجمل بعناية من مصادر مختلفة، طبعا مش تأليفي طبعا لأن مفيش وقت إنك تألف جملة ترجمة زي كده. فالجمل دي أنا جايبها من مصادر مختلفة، الجمل اللي هختارها وهصطفيها من بين اللي أنا هشوفه كله هيكون فيها أفكار حابين نقف مع بعض شوية فيها. ما نستعجلش لان كل جمله هنمسكها ونطلع كل اللي فيها، سواء ليها علاقه بالجرامر، بالفوكابلري، ايديوم، اي حاجه ليها علاقه باللغه، لان حضرتك طالب ثانويه عامه فلازم تكون موسوعي. تعالوا نبدا كده بسم الله. وقبل ما نبدا، يا ريت تعمل لايك للفيديو، يا ريت تشترك في القناه وتعرف زمالك عليها علشان نستمر مع بعض. اول حاجه معانا بيقول لي the issue of education reform is one of the most serious issues facing the Egyptian society as scientific research is one of the pillars of national security. اول حاجه هعملها كده قبل ما ابدا احل، تعالى اطلع لك معاني الكلمات الاول. كلمه issue دي معناها قضيه، والكلمه دي برضو نفسها اللي هي issue يعني بنستخدمها بمعنى عدد. فلما تيجي تقول مثلا the issue of January يعني عدد شهر يناير، the issue of Sunday عدد الصادر من الجريدة في يوم الأحد، فتعمل كده بقى issue دي تعرف كده ان معناها عدد في صحيفة أو معناها مشكلة. حلو. الحاجة التانية اللي هتواجهك في الجملة دي هي كلمة pillars، الطالب اللي بيقول لك يا مستر، وده سؤال بيتكرر، أجيب كتاب إيه تاني أحفظ منه كلمات؟ يا حبيبي الغالي هات كتاب واحد واشتغل منه بس اتقنه، ما تعديش كلمة من غير ما تكون عارفها. فكلمة pillars دي معناها أركان. ممكن اقول لك مثلا اسلام اللي هو الدين الاسلامي يعني has 5 pillars، الاسلام يقوم على 5 اركان، فكلمه بيلرز معناها اركان ومعناها ركائز. طيب education طبعا التعليم، كلمه reform اللي هو اصلاح، one of the most serious يعني جاد وخطير. طبعا facing دي ليه هنا كده، ليه مكتوبه facing؟ المفروض ان الجمله كانت one of the most، المفروض الجمله مكتوبه كده one of the most. تعال نكبر الشاشه عشان عايزين نتكتك كده على مهلنا. one of the most serious، الجملة كانت المفروض تبقى مكتوبة كده issues that face our society، المفروض يا شباب الجملة تكون مكتوبة بالمنظر ده. حلو. فتخفيفا بقى احنا ممكن نحذف ذات ضمير الوصل والفعل ده نضيف له ing، فتبقى الجملة one of the most serious issues facing our society. على سبيل المثال اقول لك one of the factors، احفظ كلمة factor دي بمعنى عامل، one of the factors that affect our life، affect our life. الجمله اللي انا كاتبها لك اللطيفه دي، بما ان احنا بنلعب مع بعض كده في اللغه، عايز تاخد بالك انا هنا قلت لك affect يعني يؤثر على، ما قلتلكش affect on. لو انت قلت لي affect on انت كده خربتها. طيب ومن كلمه affect في affection اللي هو المحبه، ولما نقول affecting story يعني قصه مؤثره. one of دايما بيكون بعدها اسم جمع. حلو. طيب فتقول لي بقى one of the facts the factors that، واحد من العوامل التي تؤثر على حياتنا، الجملة كده زي الفل. ممكن بقى نشيل كلمة that دي ونقول بقى one of the factors affecting our life. حلو. يبقى احنا كده طلعنا من الجملة دي بأول ملحوظة issue و pillars، وبعدين one of بعدها اسم جمع، وبعدين الفعل مفرد طبعا، وممكن نحذف ضمير الوصل ونجيب الفعل مضاف له ing. طيب لو انت ما سمعتش ضمير قاعدة ضمائر الوصل دي ومحتاج تسمعها، هي موجودة على قناة اليوتيوب هنا في المحتوى المفتوح، اسمعها انا شرحها بشكل مستفيض. The Egyptian Society للمجتمع المصري scientific research للبحث العلمي is one of the pillars، واحد من الاركان. بص بعد one of جبنا pillars اسم جمع، of national security، national ده اللي هو القومي، وsecurity او المحلي طبعا ممكن نسميها بمعنى محلي، security اللي هو الامن. ما تيجي نشوف الجمله بقى مين في دول صح ومين في دول غلط وايه وليه. اول جمله ما تعتبر مهمه اصلاح التعليم. استنى، الراجل ده بيلعب على وتر ايه؟ بيلعب على وتر انك انت تتلخبط بين كلمه issue اللي هي القضيه اللي هي كده اي اس اس يو اي دي معناها قضيه زي ما قلنا ومعناها عدد في جريده، وبين كلمه ميشن. ميشن دي اللي معناها مهم، مهمه. لما اقول لك مثلا الرئيس ارسل 5 علماء في مهمه او مهمه لاصلاح التعليم، معرفش فين كده، فميشن دي معناها مهمه. طيب طبعا مهمه مش مهمه المفروض عشان انتوا بتوع لغه عربيه وكده. تعتبر مهمه، يبقى قلنا مهمه دي كده باظت. ليه؟ لان هو ما قاليش مهم، قال لك انا اي شيء يعني قضيه، فبالتالي اول جمله باظت. بس نكملها. اصلاح التعليم من اخطر القضايا التي تواجه المجتمع المصري، حيث ان البحث العلمي من ركائز الامن القومي. الجمله كلها زي الفل ما عدا كلمه مهم. طب الثانيه، تعتبر قضيه اصلاح التعليم من اخطر القضايا التي تواجه المجتمع المصري، حيث ان البحث العلمي من ركائز الامن القومي. طيب الجملة التانية دي مظبوطة وزي الفل، بس احنا هنسيبها للآخر. اوعى تقول دي مظبوطة فتاخدها وتجري، الجملة اللي بعدها ممكن تكشف لك حاجة أنت ما خدتش بالك منها. تعتبر قضية إصلاح التعليم أخطر. استنى يا عم الحاج، هو في الجملة قال لك أخطر؟ لا، ده قال لك إيه؟ is one of، يعني إيه؟ يعني واحدة من، يبقى دي كده باظت، لأن هي واحدة من أخطر، فباظت الجملة.
تعتبر قضية إصلاح التعليم من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع المصري، حيث أن البحث العلمي من فروع الأمن، لا الفروع دي اسمها برانشز، برانش اللي هي BRANCH دي معناها فرع في بنك، فرع في قضية كده يعني، وممكن نستخدمها بمعنى سيكتور اللي معناها قطاع أو فرع برضه. بس ده في الجملة ما قالليش كده، ما قالكش كده، قالك في الجملة بيلرز يعني أركان. يعني أنت تختار تمين الإجابة في الجملة الأولانية بقى عشان ما نتوهش من بعض كده. في الجملة الأولانية اخترنا الإجابة نمبر بي اللي هي تعتبر قضية إصلاح التعليم من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع المصري، حيث أن البحث العلمي من ركائز الأمن القومي. أنا عارف أنا بتكلم بسرعة علشان الفيديو ما يكونش طويل، بتقول فاضل ساعة يا جدعان يحل في 5 جمل. ماشي، أنا بحب ما بحلش حل عادي، أنا بفصص الجملة عشان نستفيد، لأن الهدف إن إحنا نستفيد مش إن إحنا نترجم. ماي، بسم الله الرحمن الرحيم كده، كلمة ماي دي اسم لا يعد، حلو؟ عشان كده الراجل قال لك is not a solution، ليست حلا to most problems، لمعظم المشاكل. هنقف عند كلمة solution to دي، عايزك تعرف ان اي حاجة فيها حل لي او ردا لي فيها to. على سبيل المثال كلمة respond to يعني يستجيب لي او يرد على، خد بالك انت خدت لي to. الحاجات الغريبة يعني عندك key to معناها مفتاحا لي، عندك answer to يعني حلا لي، طب reply تو يعني ردا او يرد على. فانا عايز تفهم الحاجات دي كلها كده معاها تو، مع انك لو اعتمدت على العربي مش هتبقى تو خالص، اصل انت بتقول لي يرد على، المفروض تبقى ريسبند اون المفروض. طيب وعايز برضو تقول لي حل مفتاحا لي، يبقى نقول مثلا كي اوف، لا انت دايما نقول تو مع الناس دي كده واحفظها عشان تعرفها. طيب نرجع بقى للجمله، يبقى ماني is not a solution to most problems، لمعظم المشاكل. sometimes احيانا it is double edged weapon. double edged دي زي ما انت عارف اسمها صفه مركبه. يعني ايه صفه مركبه؟ يعني صفه بتتكون من كلمتين اتنين. طيب وانت عارف ان لما يكون عندك صفه مركبه دي قاعده هتاخدها في المنهج، بس زي ما انت لو انت يعني بتسمعني وانت معايا في المحتوى الخاص، فانا اكيد قلت لك الملحوظه دي، ان لما يكون عندك صفه مركبه وجبنا بعدها اسم لازم نعمل في النص حاجه كده اسمها هايفن. طيب اديني مثال، لما اقول لك مثلا she is a well organized بالاس وبالزد الاثنين صح، girl او woman. الجمله دي لو انت واخد بالك احنا هنا قلنا well organized صفه مركبه، عملنا هايفن ليه يا مستر؟ ما عشان في صفه مركبه وجبنا بعدها اسم. طب افرض انت قلت لي سلمى is well known، معروفه كده بالمنظر ده، صح ولا غلط؟ اه دي صح. طب انت لو قلت لي سلمى is well known كده وربنا مش هداك، رحت عامل هنا في النص كده هايفن بين ويل وبين نون، انت كده غلط. ليه غلط يا مستر؟ عشان انت قلت لي الصفه المركبه لما نجيبها وبعدها اسم، اهي صفه مركبه زائد اسم نعمل هايفن. هنا في صفه مركبه في بعدها اسم، لا مفيش هايفن خلاص، يبقى دي باظت. طب ما تكمل المثال ده كده وقول مثلا سلمى از ا ويل نون جيرل. الجمله دي كده مظبوطه؟ لا مش مظبوطه. ليه يا عم؟ ما عشان في صفه مركبه حضرتك اللي هي ويل نون وبعدها الاسم، فسيادتك ناقص تحط لي بس هنا هايفن. طب لو الراجل بقى استلطف اكتر وقال لك سلمى از ا ويل، سوري هنشيل الادي من هنا، ويل نون والهايفن اللي جميله بتاعتك اهي، از ويل نون جيرل. الجمله دي كده مظبوطه؟ لا مش مظبوطه. ليه؟ عشان سيادتك عارف ان انت لما يكون عندك صفه زائد اسم بنستخدم قبلهم او ان، بس بشرط ان الاسم ده يكون اسم يعد وفي صيغه المفرد. طب افرض الاسم ده كان اسم جمع او اسم لا يعد، اوعى تعمل ايه. فانت بتقول مثلا على سبيل المثال ا سترونج جيرل، جيرل اسم معدود فخدنا ايه. طب لو انت قلت لي بقى سترونج جيرلز، لا جيرلز دي اسم جمع فمش هينفع ناخد معاها ايه. طب مثلا باد نيوز، نيوز اسم مفرد لا يعد فمش هينفع. طيب فنرجع بقى لجملتنا تاني كده، بيقول لك هنا دبل ايدجد دي صفه مركبه وعملنا هايفن في النص. ليه عملنا هايفن في النص يا مستر؟ عشان بعدها ويبن سلاح، خد بالك اسمها ويبن ما تقولش ويبن. and the proverb والمثل يقول money is the root of all evil، ان المال هو اصل كل الشرور. تعال بقى نشوف كده، المال ليس حلا لكل المشاكل، money is not solution to most، هو ما قالكش كل، المعظم، فدي باظت. في بعض الاحيان يكون سلاح ذو حدين، والمثل القائل المال اصل كل شر. الحته الثانيه عايزك تعلق عليها كلمه القائل دي، هو لو كان قال لك المثل القائل فكانت المفروض تبقى الجمله and the proverb that says، that says الذي يقول يعني. طيب فاحنا كده الجمله دي باظت لسببين وعملنا عليهم دايره. الجمله اللي بعدها بيقول لك المال ليس حلا لمعظم المشاكل، اه موست معظم ومعظم مظبوطه. في بعض الاحيان يكون سلاحا ذو حدين، والمثل يقول المال جزرا كل شر. كلمة جزر يعني روت، اه فعلا، بس انت شايف ان كلمة المال جزر كل شر دي لغة عربية فصحى كده تعرضها على قلبك تقبلها؟ لا مش مقبولة.
المال ليس محلولا، باظت، شكرا، من غير ما نكمل. المال او ليس المال حلا لمعظم المشاكل، في بعض الاحيان يكون سلاحا ذو حدين، والمثل القائل برضه نفس القصه، القائل غلط، نفس القصه اللي قلناها فوق زي ما اتفقنا، القائل دي مش موجوده معانا، المال اصلا كل شر. اذا يا مستر انت طلعت لي الاولى بايظه وقلت لي انها غلط، حلو، ركز بقى معايا كده لما نتكتك مع بعض. الاولى قلنا غلط تماما بالسدس، ودي مفيش حاجه اسمها المال ليس محلولا، تمام. وهنا لو قال لك ليس المال حلا او المال ليس حلا كلاهما صحيح، بس المشكله هو قال لك هنا المثل القائل فباظت، يبقى دي باظت، هما الثلاثه بايظين. وبالتالي نتنبأ كده ان كلمه جزر دي هو عاملها مقصوده، بس احنا نكتب مكانها بقى اصل عشان يبقى الجمله كده معناها مستقيم وانت تقبله منطقيا وعقليا وكراجل مصري اصيل بيتكلم لغه عربيه فصحى. يبقى الاجابه رقم 2، المال ليس حلا لمعظم المشاكل، في بعض الاحيان يكون سلاحا ذو حدين، والمثل يقول المال اصل كل شر. طيب يبقى احنا كده نختار رقم 2 بس نعدلها، بدل اصل تبقى جزر. جزر. الجمله اللي بعدها، poverty اللي هو الفقر and social problems والمشاكل الاجتماعيه may ربما lead some children، ربما تؤدي ببعض الاطفال to end up living، ان ينهوا حياتهم او ينتهي بهم المطاف يعني بالعيش in the streets في الشوارع. الجمله دي فيها كام تكايه كده عايزك تعرفها. بدايه فقير، كلمه بور دي كده الناس اللي عايزه تحفظ، لو مش حافظ دي احفظها، بور دي معناها فقير، دي صفه حضرتك، حلو. طيب poverty، poverty دي ناون بمعنى الفقر. طب انا عايز كمان ذا بور، ذا بور دي ناون برضو بمعنى الفقراء، وهي كده اسم جمع دائما، فنقول ذا بور، ذا بور ار سفرنج، الفقراء يعانون. poverty is a major problem، الفقر مشكلات اساسيه. he is a poor man، هو رجل فقير. طب على السريع وعلى الهامش، انت الجمله اللي هكتبها صح ولا غلط؟ she is a poor. لو انت حبيت تترجم بس ومشيت على ورا قلبك فهتلاقي نفسك بتقول هي تكون فقيرة، فالمعنى حلو. لا حضرتك دي غلط. ليه؟ عشان بور صفة، وما ينفعش الصفة لما نجيب بعدها اسم نفكر في موضوع الآ. طب صفة لوحدها وانت جبت لي قبلها آ، انت كده بتهبد، ما ينفعش اقول لك آ بور، آ طول، ده غلط. لكن لو انت قلت لي آ بور وومن مثلا، امرأة فقيرة، انت كده برنس. طب ليه؟ عشان انت هنا في الجمله دي جبت لي او ان وصفه والاسم، فالادي اصلا انت خدتها عشان مان. طيب نرجع بقى لجملتنا، يبقى الجمله دي اتفقنا انها غلط. طيب اول كلمه قلناها بور بقت بافرتي، اوعى تنسى، اوعى تقول ذا بافرتي، ما ينفعش نقول ذا بافرتي. طيب عندي برضو ليد تو، دي برضو في ملحوظه عليها لغويه عايزك تعرفها، عايزك تضيف لمعلوماتك كده ان كلمه ليد تو ممكن نستخدم بدلا منها كوز، ممكن نستخدم بدلا منها ريزلت ان، الناس دي كلها معناها يؤدي الى أو يسبب. بس ضيف كمان إن lead to لو هنجيب بعدها فعل يكون مضاف له ing، تمام؟ طيب في ملحوظات كمان تانية في الجملة دي ولا إيه؟ end up، end up دي من الأفعال اللي بنجيب بعدها ing على طول. ضيف دي عندك في قاموسك، end up بنجيب بعدها الفعل مضاف له ing، دي مقياسا على grow up اللي عندك في الوحدة الأولى بعدها الفعل مضاف له ing. لو أنت فاكر كان في مثال قلت لك عليه، ببطل بقول لك مثلا we have grown up، grown up listening، listening to ام كلثوم، معناها ايه ديت؟ احنا يا ابني ترعرعنا، احنا كبرنا، احنا تربينا على الاستماع لاغاني ام كلثوم، فبعد grow up بناخد الفعل المضاف له ing. طب عايز اقول لك انتهى به المطاف الى الموت، فنقول ended up dying. طب انتهى به المطاف لمغادره الاجتماع، يبقى ended up leaving، وهكذا. ارجع بقى معايا كده، تعالى نشوف مين اللي صح ومين اللي غلط. جملة جملة كده ونشخبط على الغلط. قد يؤدي الجوع والمشاكل الاجتماعية ببعض الأطفال العيش في الشوارع. فعلا الجوع والمشاكل الاجتماعية تؤدي بالأطفال لبعض العيش في الشوارع. بس بالله عليك لا تركز، ما تمشيش بدماغك. الراجل في الجملة الأصلية قال لك إيه؟ الفقر. هنا قال لك الجوع. باظت يا برنس، دي راحت. قد يؤدي الفقر والمشاكل الاجتماعية بكل الأطفال، كل الأطفال؟ لا هو ما قاليش كل، ده هو بيقول لك هنا صم بعض، يبقى دي كده غلط. قد يؤدي الفقر والمشاكل الاجتماعية ببعض الأطفال العايش في الشوارع، مظبوطة. يسبب الفقر والمشاكل الاجتماعية، ممكن تبقى كده، ببعض الأطفال العايش في الشوارع، أنت شايفها لغة عربية مظبوطة؟ ينفع أقول لك يسبب الفقر والمشاكل الاجتماعية ببعض الأطفال العايش، يسبب العيش في الشوارع؟ لا، كان المفروض تبقى يسبب الفقر والمشاكل الاجتماعية لبعض الأطفال مش ببعض، باظت كده الجملة. إذا حضرتك شايف إن الجملة الصح مين يا فندم؟ الجملة الصح هي رقم 3. الجملة اللي بعد كده بقى في الصفحة الثانية برضو بقول لك نمبر 4، دي ينبغي
تشجيع المشروعات الاستثمارية في مصر لتوفير المزيد من فرص العمل للخريجين الجدد. تعال نشوف بقى الأول كده، تشجيع يشجع يعني انكارج، وأنا عندي انكارج بما إن إحنا بنلعب مع بعض كده في لعبة تعلم اللغة وإحنا مش مستعجلين أكيد طبعًا. انكارج دي انكارج يعني يشجع، بيجي بعدها مفعول وبعدين تو الفعل في المصدر، دي يشجع على، طب يثبط اسمها ديس كارج اللي عكس يشجع يعني، بعدين المفعول وبعدين فروم والفعل مضاف له اي ان جي، ودي كالعاده زيها اللي هي ديسكارج يعني اللي معناها يحبط او يثبط، لكن دي معناها يشجع. بقى انا بتكلم بقى عن ديسكارج كعادتها اي فعل بيوحي بالتوقف يعني بتلاقي معاه فروم، فلما اقول لك ستوب هيم فروم سبيكينج يعني امنعه اوقفه عن الحديث، لما اقول لك بروتكت فروم يعني يحمي من، بروتكت فروم وبعدها الفعل مضاف له اي ان جي. عندك برضو بريفنت فروم اللي معناها يمنع او يقي من، يبقى او يمنع الشيء يعني او يحجب، فدي كلها بعدها اي ان جي. لاحظ ان كل الافعال دي بعدها اي ان جي بعد فروم. طيب الملحوظه المهمه بقى سجل عندك دي كده واحفظها، كلمه انكارج اللي معناها يشجع وديسكارج اللي معناها يثبط، لو معاهم ركز في كلامي بدقه، لو معاهم مفعول نستخدم بعدهم تو والفعل في المصدر، وانا هديك امثله طبعا وانت عارف الكلام النظري ده لا يغني ولا يثمن. لو مش هكتب لك مفيش يعني، معاهم لو مش معاهم لو مفيش مفعول نستخدم الفعل المضاف له اي ان جي. انا في جمله زي اللي انا هكتبها لك دي تعال نشوف كده هتاخد مين. My dad encourages not up early. حلو، يا ترى هنا هستخدم getting الفعل المضاف له اي ان جي ولا تو جيت؟ هو الطبيعي بيكون اربع اختيارات بس احنا يلزمنا اثنين. انت بتقول ابي يشجع، مين اللي بيشجع؟ ابي، فابي ده هنا في الجمله موقعه فاعل، يشجع على الاستيقاظ مبكرا، يشجع مين؟ انت معاك مفعول كده؟ لا هنا كده مفيش مفعول. طيب انا قلت لك لو مش معاهم مفعول نستخدم الفعل المضاف له اي ان جي يبقى جيتنج، والجمله على بعضها هيكون معناها ان ابي يشجعه على الاستيقاظ مبكرا. طيب اديني جمله ثانيه يكون فيها مفعول. بص يا باشا لما اقول لك مام ان كارجد me not up early، يا ترى هنا هنقول to get up early ولا هنقول getting up early؟ هروح انا ماسك الجمله كده وبالعقل الهادي كده، مام الام تشجعني يبقى الام هي الفاعل، وتشجعني يبقى دي بكده مي مفعول، وانا في الجمله في القاعده وانا بكتبها لك قلت لك لو معاهم مفعول تستخدم to المصدر، فحضرتك هتروح جاري واخد لي to المصدر يبقى to get. جمله ثالثه بقى اشوفك انت فاهم وخربوش ولا لا، لما تقول مثلا we were encouraged not up early، نفس الفكرة اهو، يا ترى هنا هنقول getting ولا هنقول to get؟ تعال نحل كده الجملة دي بس بعقلانية الايه الانسان الفاهم مش اللي حافظ وخلاص. we were encouraged not up early getting ولا to get؟ الطالب اللي حافظ بس هيقول لك بص يا باشا encourage مفيش بعدها مفعول يبقى ناخد الفعل المضاف له ing وراح انا هبدله ان الكلمه دي غلط، الجمله دي غلط كده، لو انت اخترت جيتنج يبقى غلط. ليه بقى؟ طب ما تيجي نمسك القلم ونحلل. اولا وي وير انكارج يعني احنا تم تشجيعنا، يعني احنا كده المفعول احنا اللي تشجعنا بواسطه حد معين احنا مش عارفينه، يعني معنى كده الجمله دي ما فيهاش فاعل وفيها المفعول، انت ما انكارج هدفك مين؟ المفعول ولا الفاعل؟ لا المفعول. ارجع بقى كده للقاعده اللي كتبتها لك فوق، لو معاهم مفعول نستخدم تو المصدر، يبقى انا كده هستخدم مين؟ هستخدم تو المصدر، الاجابه الصح يبقى تو get up early، نحن تم تشجيعنا على الاستيقاظ مبكرا. اقول تاني، انا قلت انا كاتب لك فوق لو معاهم، لو معاها مفعول مش لو بعدها مفعول، يعني المفعول يكون اول في اول الجمله في نص الجمله، انا ماشي بالترجمه ما فيش بالحب. طيب فتيجي بقى على الجمله الجامده دي، يبقى انا كل اللي له علاقه بكلمه يشجع دي قلناه. الحاجه الثانيه بقى المشروعات اللي هي بروجكتس الاستثماريه اللي هي انفستمنت، وانفست يستثمر، ضيف عندك كده في قاموسك ان كلمه ان فيست ده الفيرب يستثمر، وان فيستور ده ناون بمعنى المستثمر، وانفستمنت ناون برضو بمعنى الاستثمار. انفستمنت بانكس البنوك الاستثماريه، استنى يا عم هو ما قالش البنوك قال لك المشروعات الاستثماريه، وبالمناسبه كلمه بانك دي معناها البنك اللي هو البنك بتاع الفلوس يعني، ومعناها ضفه للنيل والبحيره، ومعناها برضو يعتمد على، لما اقول دونت بانك اون مي لا تعتمد علي. should be encouraged in Egypt to provide، عندي provide برضه فيها ملحوظه ودي اخر ملحوظه هقولها لك، انا عارف انت زهقت وهنزل بعد كده على الترجمه مباشره نختارها. ممكن نقول يا شباب provide مفعول with شيء يعني، او provide شيء to مفعول.
عايزين نقول مثلا بيوفروا الكتب للطلاب، يبقى المفعول هنا مين؟ المفعول هنا مين؟ الطلاب. يبقى provide students with books، دي معناها بص يوفروا او يزودوا الطلاب بالكتب. دي كده هيبقى نترجمها بدقه، يزود الطلاب بالكتب، لكن دي بقى هيبقى معناها يوفر. فتبقى على سبيل المثال نقول provide، ايه الشيء اللي هنوفره؟ البوكس، الكتب. لمين يا فندم؟ تو الطلاب اللي هم ستودنتس. فانت لما جيت تترجم هتقول لي بقى يوفروا الكتب للطلاب، يبقى انت عندك اتنين مع بروفايد، بروفايد بروفايد ويز وبروفايد تو. بروفايد ويز معناها يزودوا شخصا بشيئا، لكن بروفايد تو يزودوا او يوفروا شيئا الى شخص. الاتنين دول معناهم الضمن واحد لكن التركيبه بتاعتهم مختلفه. ارجع تاني كده وقول معايا provide more job opportunities. طبعا انت عارف ان كلمه job يعني وظيفه، opportunities يعني فرص، for the new graduates اللي هم الخريجين، ودي حته مهمه. طيب الجمله الاولانيه قلنا باظت، وباظت ليه؟ انا عايز اعمل بس علامات على الكلمه الغلط عشان ما تلخبطش وانت بتحفظ. احنا قلنا كده كلمه banks دي اللي باظت الجمله. طب الثانيه investment account، account يعني حساب، وفي الجمله قال لك ينبغي تشجيع المشروعات، يبقى دي برضو باظت. طيب investment projects حلوة دي، should be encouraged، يجب أن تشجع في مصر على على provide more job opportunities، على توفير فرص عمل أكثر for the new graduates للخريجين الجدد، يبقى الجملة رقم C دي هي المظبوطة. طب الأخيرة بقول لك invest، ده بقول لك installment more markets. كلمة installment دي معناها تركيب، يعني بقول لك مثلا تركيب أو تثبيت البرنامج على الجهاز، فاسمها installment، جاي من كلمة install يعني يثبت. طيب عندك برضو installment دي معناها غير معناها تثبيت، معناها قسط، القسط الشهر اللي انت بتدفعه مثلا في عربية كده في موبايل. يبقى الإجابة اللي انت اخترتها من هنا في رقم 4 اختارنا سي، ويبقى كده سي الإجابة الصح. طيب آخر جملة بقى عشان يبقى خلصنا الفيديو، توجد فجوة بين الأجيال لأن كل جيل له طريقته في السلوك والتفكير وأسلوب الحياة. تعال امسك واحدة بواحدة. توجد دي لها ترجمة عايزك تعرفها عشان تبقى أضفت لنفسك حاجة جديدة وحاجة حلوة. عايزك تعرف كده، بسم الله الاستيك عام، كلمة يوجد اسمها there is، لو كانت مفرد ولو كان جمع يبقى نقول زرار. فلو عايز أقول لك يوجد كتاب يبقى أقول لك there is a book. طب لو هناك كتب أو يوجد كتب هنقول there are books. حلو. طيب أمال لما ألاقي صيغة كده مكتوبة there may be أو there will be أو there should أو must، أيهما يعني be؟ ما تيجي نترجمهم. there may be معناها ربما يكون هناك. طب لو كانت there will be يعني سيكون هناك. طب لو there should be يعني يجب أن يكون هناك. بص لو انا قلت لك مثلا عايز اقول لك ربما يكون هناك مشكله، يبقى there may be a problem، there will be a problem، there should be a problem. كل واحده من دول معناها ربما يكون، سيكون، يجب ان يكون، وهكذا. دي رقم واحد. بص كمان انت اكيد لاحظتها وانت بتحل في واحد يقول لك في الكتاب المعاصر في الاسئله كان بيقول لك there is a man، there is a man talking مثلا on a stage. جمله ثانيه بقى اللي انا عايزك تضيفها عندك there is a computer connected to the internet. الفكره يا مستر اللي عايز تقولها لي ان زيرز بعدها اسم والفعل مضاف له ان جي، دي تترجمها معلوم على طول. طب زير از وبعدها اسم والباست بارتيسيبل التصريف الثالث، اعرف ان دي مجهول على طول. نترجم هنا زير زمان توكينج، هناك رجل يتحدث، شوف معلوم ازاي. طب زير از كمبيوتر كونكتد يعني هناك كمبيوتر متصل. طيب هنا بقى في جملتنا يا عم ملهاش علاقه بالحوار ده كله انا عارف، بس انا طبعا بنحاول نجيب كل الكلام اللي له علاقه. الراجل بيقول لك هناك فجوه طبعا انت عارف ان هي جاب اللي هي كده، اوعى تتلخبط فيها عشان في اتنين جاب كده يا ترى ولا جاب كده. جاب كده دي اللي هي ثرثره يعني كلام كتير يعني، لكن جاب يعني فجوه بين الاجيال هي جينيريشن، وانت عارف ان كلمه جينيريشن كده دي معناها جيل ومعناها توليد. لما نقول generation of electricity يبقى توليد الكهرباء. لأن كل جيل له طريقته الخاصة، طريقة يعني واي، وبعدين في السلوك اللي هو behave يعني يسلك، طبعا نجيب لها ING عشان لها في جر، والتفكير thinking، وأسلوب الحياة اللي هو نمط الحياة اللي هو اللايف ستايل. تعال نشوف there is a gap between generations because each generation has their own way of behaving اللي هو
السلوك thinking التفكير and lifestyle. الجملة الأولى دي حلوة. تعال نشوف الثانية. There is a ditch. Ditch يعني حفرة باظت. Between حتى كان في حكمة أنت أكيد سمعتها أو قرأتها قبل كده. He who digs a ditch for another himself falls in. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. Has their own way of behaving, thinking, a lifestyle. الجملة كلها صح ما عدا كلمة ditch يبقى deposit. طب اللي بعدها there is a gap between generations because each generation has their own way of behaving صح و thinking and life system. Life system ده النظام الحياة. احنا لو ترجمناها كده يعني بس هي اسمها اسلوب الحياة اسمه life system. Life style sorry. There is a gap between generations because each generations هنا بقى نقف. يا مستر ما هو generations وجاب بعدها have عادي ما هو مظبوط اهو. لأ عايز تعرف ان كلمة each دي each دايما بيجي بعدها اسم مفرد سواء يعد او لا يعد. هقول each boy, each story, each student وهكذا. وليها قاعدة عندنا في المنهج هناخدها بالتفصيل لان لها ثلاث حالات. each دي لها كام حالة؟ ثلاث حالات. طيب اقولهم لك سريعا. لو انت جبت لي each وبعدها اسم مفرد فهيكون الفعل مفرد برضو. طيب لو انت جبت لي اسم جمع وبعدين each فالفعل برضو هيكون فعل جمع. قلت بقى انك تقول لي each of اسم جمع وبعدين فعل مفرد. وخد مثال على كل واحدة من دول سريعا. اول واحدة اقول لك each student is happy with the result. My students each are happy. Each of my students is. حلو احفظ دي كده زي الشطر عشان تبقى انت خلصت منها. وبناء على ذلك يا عم الحاج احنا اخترنا مين؟ احنا قلنا each طبعا بعد اسم مفرد على طول فدي كده باظت. احنا اخترنا كده الاجابه رقم ايه المظبوطه والصحيحه. There is a gap between generations because each generation has their own way. في ملحوظه هنا هتسالني اكيد هتسال نفسك عليها وانا عملت تحتها خط ونسيت اقولها لك. هو ليه زير؟ ما هو انت عارف ان الفاعل الغير معروف بنعمل بعده الفعل مفرد والضمير جمع. ادي الفعل مفرد اهو والضمير جمع اللي هو زير. خلصت القصه خلصنا الحمد لله. طيب اتمنى وانت بعد ما تخلص كده لو انت استفدت حاجه اعمل لايك، ما استفدتش ما تعملش عادي مفيش مشكله وما تزعلش. لو انت حابب تشترك معانا في المحتوى الخاص احنا بنحل في كتاب المعاصر وعاملين جدول للشغل. انت ممكن تبعت لي رساله على الواتساب تشوف الجدول هيعجبك لانه مكثف جدا بغباء. بنعمل امتحانات بشكل مستمر يعني كل يوم جمعه في امتحان، النهارده في امتحان، والجمعه اللي فات كان فيه واللي قبلها كان فيه، واخر الشهر في امتحان. لو حابب تنضم لينا في قوافل الحرب دي التواصل معانا على الرقم الواتساب او على التليجرام او بمكالمه تليفونيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.